والعصر. أقسم الله عز وجل بالزمن بالدهر. إن الإنسان لفي خسر ولا ينجو أحد من هذا الخسر إلا من توفرت فيه أربع صفات: إلا الذين آمنوا، الثانية وعملوا الصالحات، الثالثة وتواصوا بالحق، الرابعة وتواصوا بالصبر. الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر، لأن الإنسان لا بد في حياته من الصبر فيما يتعلق بشؤونه الدنيوية، فما ظنكم بشؤونه الدينية؟ وتواصوا بالصبر. ولذلك لأهميته أعاد الفعل وتواصوا، لم يقل وتواصوا بالحق وبالصبر، أعاد الفعل مرة أخرى لأهميته، يوصي بعضهم بعضا بأن يصبروا. وتأمل سبحان الله آخر السورة بأولها: والعصر. أقسم بالزمن، الزمن ما الذي يجري فيه؟ يجري فيه لمن وفقه الله العمل بالطاعة، ترك المعصية. الزمن يجري فيه ما يقدره الله عز وجل ويقضيه من الأقدار المؤلمة التي لا تناسب الإنسان. فهنا ختم السورة للتذكير بأن هذه الدنيا وبأن هذا الزمن محل للطاعة، فتواصوا بالصبر على الطاعة، وهو محل لأن يأتي الشيطان فيوسوس للعبد حتى يقع في معصية الله، فليتواصوا بالصبر عن معاصي الله والكف عن محارم الله. هذا الزمن من ليل ونهار يقدر الله عز وجل فيه ما يشاء بحكمته مما يقع للإنسان، مما لا يلائمه من مرض أو فقر أو موت حبيب أو ما شابه ذلك. إذن ليتواصوا بالصبر، لأن يصبروا على أقدار الله عز وجل المؤلمة. ثم مما يتضمن الصبر أنك إذا دعوت الناس إلى هذا الخير وتواصوا بالحق، قد تسمع ما يؤلمك من كلمة أو من فعل جراء هذا التواصي وإيصال الخير للناس، فاصبر.